نبدا كالمعتاد باهم الاحداث اللي معانا. دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء شارك نيابه عن سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي بالامس في فعاليات الدوره السادسه لاجتماع منتصف العام التنسيقي للاتحاد الافريقي واللي عقد في العاصمه اكرا بدوله غانا، وده على ضوء رئاسة مصر الحالية لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية نيبال. بالأمس التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على هامش المشاركة في الجلسة الافتتاحية للاجتماع منتصف العام التنسيقي للاتحاد الأفريقي، التقى بعدد من القادة ورؤساء الحكومات والمسؤولين الأفارقة. أخبار مهمة حصلت امبارح. بالأمس ونيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، شارك الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في فعاليات الدورة السادسة لاجتماع منتصف العام التنسيقي للاتحاد الإفريقي اللي عقد في العاصمة أكرا بدولة غانا على ضوء رئاسة مصر الحالية لوكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية النيباد. وألقى رئيس الوزراء كلمة خلال البند الخاص بدور وكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية النيباد، وأشار إلى أن أولويات الرئاسة المصرية في هذا الصدد تتضمن إيلاء الأهمية لجهود حشد الموارد المالية في المجالات ذات الأولوية بالنسبة للقارة، وعلى رأسها حشد التمويل لمشروعات البنية التحتية في إطار برنامج تنمية البنية التحتية الإفريقية وممرات البنية التحتية الخضراء، فضلاً عن خطة الطاقة الرئيسية القارية وكذلك تنفيذ السياسة الزراعية الإفريقية المشتركة وغيرها من المبادرات ذات الأولوية بالنسبة للقارة. وامبارح التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على هامش مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في الجلسة الافتتاحية للدورة السادسة لاجتماع منتصف العام التنسيقي للاتحاد الإفريقي في أكرا عاصمة غانا عدد من القادة ورؤساء الحكومات والمسؤولين الأفارقة. وقال المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إن اللقاءات اللي عقدها رئيس الوزراء قبيل انعقاد الجلسة الافتتاحية شهدت أجواء من الود والترحيب المتبادل بين الدكتور مصطفى مدبولي والرؤساء والمسؤولين الأفارقة، وأعرب جميع الأطراف عن تمنياتهم بأن يكلل الاجتماع منتصف العام التنسيقي للاتحاد الإفريقي بمخرجات مثمرة تسهم في تحقيق المزيد من التنمية لبلدان القارة السمراء. امبارح ايضا هنأ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه بمناسبه حلول الذكرى 72 لثوره 23 يوليو المجيده. بهذه المناسبه قدم رئيس مجلس الوزراء بالاصاله عن نفسه وبالانابه عن اعضاء الحكومه اسمى ايات التهاني واصدق التمنيات للسيد الرئيس، داعيا الله ان يعيدها على سيادته بموفور الصحه ودوام التوفيق وان يتحقق ما يتطلع اليه شعب مصر العظيم من تقدم ورقي وازدهار. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحه نشر على صفحته الرسميه على فيسبوك ان الفريق اول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحه وزير الدفاع والانتاج الحربي التقى عدد من رجال المنطقه الشماليه العسكريه والقوات البحريه بحضور الفريق احمد خليفه رئيس اركان حرب القوات المسلحه وعدد من كبار قاده القوات المسلحه، واللي بياتي في اطار خطه اللقاءات الميدانيه اللي بتقوم بها القياده العامه للقوات المسلحه. وفي سياق متصل قام القائد العام للقوات المسلحه بجوله تفقديه داخل القوات البحريه استمع خلالها لشرح من الفريق اشرف عطوه قائد القوات البحريه عن الوحدات البحريه اللي انضمت حديثا والوحدات اللي بيتم تصنيعها بالامكانيات الذاتيه في الترسانه البحريه وبايادي مصريه وبتعد اضافه تكنولوجيه هائله لامكانات وقدرات القوات البحريه، كما تسهم في تحقيق السيطره الكامله على سواحلنا الممتده بالبحرين الاحمر والمتوسط. امبارح دكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف التقى وفد من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة أحمد فايق رئيس قطاع البرامج بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. تم الاتفاق خلال اللقاء على إطلاق أكبر مسابقة لتلاوة القرآن الكريم في كافة محافظات مصر. أيضا خلال اللقاء تم الاتفاق على إطلاق برنامج تلفزيوني ضخم بيعرض على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وده برعاية وزارة الأوقاف المصرية، وهيتم وضع المعايير العلمية لاختيار المواهب من قبل لجان متخصصة من كبار العلماء الأساتذة وكبار القراء على أن يتم إعلان شروط التقديم والمواعيد بعدها.